جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو الحديث أو أي شيء من المواد الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا. أخذ الأجرة على تعليم القرآن فيها خلاف بين العلماء، والصحيح الجواز بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، خصوصا إذا كان المعلم محتاجا وليس له طريق يتعيش منه، وإذا تفرغ لتدريس القرآن انقطع عن الكسب، فإنه يأخذ بقدر ما يكفيه ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذا يعين على تعليم القرآن. بقية السؤال؟ بقية السؤال يسأل عن تعليم بقية الأمور الدينية. وأما تعليم بقية الأمور كالفقه والنحو والتفسير والحديث فلا بأس، من باب أولى، من باب أولى يجوز الأخذ الأجرة عليه، وليس في هذا خلاف بين العلماء، إنما اختلفوا في تعليم القرآن فقط. نعم.